لاحظت أصدقائي يعني حسب سقوط باريس سان جيرمان في المباراة الأخيرة له يوم أمس على أن رئيس باريس سان جيرمان رغم كل يعني الأموال التي خسرها من أجل استقطاب نجوم العالم في كرة القدم إلا أن ذو الأذنين يعني يرى والله أعلم من أن مستحيل أن تصل لباريس سان جيرمان. فما المشكلة أصدقائي؟ هل المشكلة في اللاعبين أم المشكلة في استقطابات الخاطئة للاعبين؟ من المشكلة في المدرب؟ طيب على ما أظن إذا كان استثمر فقط في كريستيانو رونالدو في يعني يأتي به فقط لدور الأبطال على ما أظن يمكن أن يحقق الخليفة يعني تشامبيونز ليج ويفوز بذو الأذنين. فقط تخيلوا معي كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، مبابي، ونيمار، الأظهرة داهر حكيمي ومينديز، يعني حارس المرمى الذي لا أطيقه دوناروما، ونجوم الوسط الدفاع راموس ماركينيوس. كارثة عظمى هذا يعني الفريق لا يأخذ دوري الأبطال، يعني شيء غريب. عتاب لك يا الخليفي، ائت بكريستيانو رونالدو لموسم فقط وسترى إن لم يأخذ دوري الأبطال.